ما بي قصة ام 15 سنة ما بي قصة ام 15 سنة مش قصة معك. طيب هذه ما أدري الإخوان في تويتر ممكن وصلت لهم ولا لا؟ يعني خرجت كتغريدة في مرة من المرات. هذا الموقف قبل يمكن أكثر من 12 سنوات، يمكن تقريبا 12 سنة أو كذا. اتصل علي التليفون الثابت بالليل الساعة 3:30 يعني قبل أذان الفجر تقريبا بساعة. جاء الاتصال الأول ما رديت، جاء الاتصال الثاني ما رديت، الاتصال الثالث منفزع. قلت الله الله يستر لا يكون قريب أو أحد الجيران حصل له مكروه لألي أشوف شو القصة. طبعا بعد ما قمت مباشرة وأشيل التليفون، نعم قال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. ولا عجوزة يمكنها فسكتني بهالسبب. قالت إني شايفة الرؤيا قبل 15 سنة وبسألك أنا. يا خالة صار 15 سنة ما تبصرت إلا الصبح. هذا قصة 15 سنة.